السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تلقاكم الوصفة ديال اليوم في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف إن شاء الله، وتلقاكم في الصحة والسلامة والعافية. اليوم غادي نشوفو وصفة لشناك، شناك بحشوة مغايرة مختلفة بدون كريمة باتيسيير، من غير أي كريمة، وكيجي زوين بزاف. تيجي زوين لا في المذاق ديالو ولا في الشكل ديالو. هذا ممكن يدخل في اطار تحضيرات للعيد ان شاء الله، نحضروه مسبقا لفطور العيد. المقادير وطريقه التحضير نشوفوها ان شاء الله. غادي نحتاجو بيضه كامله، عندي 200 ملل من الحليب الدافئ، عندي 300 غرام من الدقيق الابيض، عندي 2 معالق كبار من سنيده، 2 معالق كبار من الزبده مذوبة، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره الخبز، وعندي ساشي ديال الفاني، وعندي حبات من التفاح على حسب الكميه اللي غادي تكفيني باش نعمر به الشناك. هذه هي العماره اللي غنعمروا به الشناك ديالنا على بركه الله. بالنسبه للتحضير طريقه سهله بزاف، تنخلطوا المقادير كلها مع بعضها. اللي عندها العجانه ممكن تدير العجينه ديالها في العجانه، اللي ما عندهاش ممكن تجمع المقادير كلهم غير باليد ودلك العجينه ديالها مزيان. هكذا درت الدقيق، ضفت عليه المقادير النواشف، الخميره والسكر الفاني والسكر سنيده وشويه ديال الملحه، عدت عليه الزبده وبيضه، بيضه كامله. بالنسبه للخميره نشوفوا على حساب الجو، الا كان بارد الحال نديروا معلقه كبيره عامره من الخميره، الا كان سخون الحال بلا ما نكثروا الخميره باش ما تخمرش لينا العجينه اكثر من القياس. ونبدا نضيف في الحليب الدافئ حتى كنحس بالعجينه ديالي بدات كتجمع، وكما كتشوفوا القوام ديالها خاصو يكون خفيف، كتجي العجينه رطبه. وغتشوفوا معايا فاش تنخدموا بها راه كتلصق في اليد، ما تخافوش، هذاك هو القوام العادي ديال العجينه، ما تجيش مجموعه ولكن تجي مرخوفه بحال هكذا، كتجي رطبه باش منين نطيب الشناك تيجينا خفيف ومهوي من الداخل، ما يجيناش مدقس بحال وما يجيناش ثقيل بحال الخبز. صافي غنخلي العجينه ديالي ترتاح على جنب واحد 10 ديال الدقائق، نغطيها بالبلاستيك الغذائي. الوقيته فاش غادي نحضر التفاح باش غنعمر العجينه ديالي اولا الشناك ديالي. هنا القياسات الدقيقه الا بغيتوها البنات بقياس الكاس ديال العنبه اللي ما عندهاش الميزان، عندي حوالي 2 كيسان ونص ديال العنبه كتعادل 300 غرام من الدقيق. صافي هكذا منين دازت 10 ديال الدقائق خمرات لي العجينه ديالي، غنهزها مباشره غندلكها بلا ما ندلكها بالدلاك بلا ما نخرج منها داك الهواء اللي فيها، هكذا باش تبقى مهويه من الداخل. نحاول نقاد ليها الشكل ديالها على شكل مستطيل، وكما قلت لكم العجينه عندي طريه بزاف فندير الدقيق باش ما تلصقش ليا على سطح العمل، ومره مره نتاكد من العجينه بلي راه ما لصقاتش ليا فوق من الرخامه. ونحاول نشكلها على شكل مستطيل باش يجيني ساهل ومقاد في التشكيل. كما شفتوا العجينه راه كتجي طريه وساهله في الخدمه ديالها، ما كتعذبش. هكذا نتاكد انه العجينه ديالي ما لصقاش. صافي وغنحط عليها مباشره التفاح اللي نقيته من قبل وقطعته شرائح
صغيرة بحال هكذا. هذه فكرة جديدة للشنك، تيجي في المنظر ديالو زوين، وتا في المذاق مغاير على الشنك اللي موالفين تناخدوه ولا اللي موالفين تنقادوه بالكريم باتيسيير ولا بالكريمه الحلواني. ولي عشاق التفاح، الوصفات بالتفاح اكيد غادي تعجبهم ان شاء الله. جربوها، وصفه فعلا كتستحق تجربه، علاش لا الفطور العيد ان شاء الله. غنكمل بحال هكذا حتى كنعمر العجينه اللي عندي ولا المستطيل ديال العجينه اللي عندي. غنعمرو كله بالتفاح. انا خدات لي هذا القياس ديال العجينه بالقياس ديال التفاح اللي عندي، خدات لي 3 ديال التفاحات. اكيد وصفه اقتصاديه، القليل من العجينه راه خرج لي هذا القياس هذا 2 لاطات من الشناك. هانتوما كيما كتشوفوا تيجي بحال هذا الشكل هذا. وغنبدا نلوي العجينه ديالي اولا المستطيل العجينه باش نشكل منه اسطوانه. غنجمع غير بشويه سهله، وصفه سريعه وسهله. صافي هكذا تنكون ساليت، جمعت العجينه اللي عندي، غنقسمها على جوج باش تجيني سهله في التشكال اولا في التقطاع. وغنقطعها بسكين ناضي ونحطها مباشره في اللاطه اللي غطيب فيها. نحاول نقطعها السمك على حسب السمك اللي بغيتو. بغيتوها تجيكم الحبه كبيره كديروها غليظه، بغيتو تجيكم غير في القياس راه كتجيكم بحال هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا تنقطعوا تيبانوا لينا الطرف ديال التفاح من الوسط، تيجي بنين بزاف التفاح مع هذا الشناك هذا. صافي نستمر بحال هكذا حتى كنقطع الكميه ديال العجينه ديالي ولا الكميه ديال الشناك اللي عندي، وتنحاول نقاد لهم الشكل ديالهم، تنبعد بيناتهم شويه حيت غيزيدوا يختمروا. الا كان بارد الحال تنقطعها ونخليها هكذا في اللاطه مده ديال 10 دقائق باش تعاود تخمر، عاد ندخلوها للفرن. الفرن تيكون مسخن من قبل على 180 درجه. الا كان سخون الحال تنقطعوها وتنطيبوها مباشره حيت ما كنجيو نساليوها حتى كتخمر. من بعد كندهن ليها الجوانب ديالها بالبيض، اللي بغات تدهنها كلها تدهنها ماشي مشكل، غير انا بغيت ندهن ليها غير الجوانب حيت من بعد فاش غطيب غنزينها. والعجينه فيها الفاني وفيها الزبده والسكر فكتحمر. غنزيد نكمل بحال هكذا حتى كنكمل الحبات ديال الشناك اللي عندي وندخلهم مباشره للفرن. هذا هو الشكل ديال الشناك ديالنا فاش كيطيب. كما شفتوا كيجي محمر وتيجيو دوائر هكذا ديال التفاح، المرصوص ديال التفاح تيجيو باينين. على حسب التزيين انا اختاريت هكذا ندهنها بالمربى اولا بالكونفيتور، اين كان عندكم اختاريت انا هنايا ديال المشمش كيتواتى مع التفاح. وغنزينو بشويه ديال الكوك من الفوق، وها هو الشكل ديالو كيفاش تيجي. تيجي رائع في المذاق ولا في الشكل ديالو، وتيجي خفيف من الداخل بمذاق عاوتاني جديد. الطريقه الثانيه للتزيين زيتها ولا اسهل، درت عليها غير شويه ديال السكر الصغير
بالنسبة للتزيين الثالث، غندير نفس الشيء، دهنته غير بالمربى وغندير عليه عندي شوية ديال الشوكولا فيرميسيل أو حبيبات الشوكولا. هكذا طريقة بسيطة للتزيين، غير هكذا باش نشكلو في الشناك ديالنا ولا في التزيين في التشكيلة ديال الشناك، يجينا هكذا في التبصيل متنوع. وتقديم الاخر درت غير خطوط ديال صلصة الشوكولا، زين ساهل وتيبقى على حسب الاختيار اللي متوفر عندكم. هكذا تنحاولوا نديرو وصفات بسيطة باش الكل يستافد وتكون في متناول الجميع. كما كتشوفوا تيجي في اللون ديالو ذهبي محمر، صافي غنكمل انا التزيين ديال حبات الشناك اللي عندي ونشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال الشناك فاش تنكملوا التزيين ديالو. نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم عجبتكم وتعاودوا تجربوها ان شاء الله، وتردوا علينا في التعاليق تقولوا لنا كيفاش جاتكم الوصفه ديال الشناك بالتفاح، حشوه مغايره، تزيين كما كتشوفوا تزيين بسيط، كل سيده دير اللمسه ديالها. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش علينا باللايكات، اللي ما اشتركتش في القناه تشترك معنا في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديال الوصفات. والى اللقاء، خليكم في حفظ الله ورعايته، الى الوصفه القادمه ان شاء الله وفيديو اخر بحول الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.